أسافر على حرماتي المسلمين في المسجد الأقصى المبارك واعتداء على المرابطين فيه حيث أقدمت سلطات الاحتلال الصهيوني على إغلاق المسجد الأقصى المبارك لأول مرة بعد 5 عقود في وجه المصلين ومنعهم من رفع الآذان والصلاة فيه. إن هذا المنع الظالم لممارسة يضاف لممارسة سلطات الاحتلال الهمجية لحق الشعب الفلسطيني ومقدسات الأمة مع استمرار مصادرة الأراضي وتوسيع دائرة الاستيطان واتساع عمليات تهويد للمقدسات الفلسطينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وازدياد معاناة سكان غزة نتيجة الحصار الجائر على القطاع. وانطلاقا من واجب المحافظة والحفاظ على مقدسات الأمة العربية والإسلامية والدفاع عنها، تعلن التنسيقية المحلية للدفاع عن الأقصى بالعرائس للرأي العام الدولي والمحلي والوطني ما يلي: أولا، نستنكر بكل قوة بما تقوم به الشرذمة المفسدة في الأرض من الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى. في الأرض من الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى من فساد وقتل واعتداء على المرابطين فيه. ثانيا، نشجب التواطع الواضح لحكام العرب مع الكيان الصهيوني وخدامهم للمقاومة الجوعى للمقاومة الفلسطينية، ونطالبهم بتحمل مسؤولياتهم التاريخية لبيان الحق. ثالثا، نحيي المرابطين والصامدين في بيت المقدس على ثباتهم ومصابرتهم، ونشاركهم فرحتهم وانتصارهم على الكيان الغاشم. رابعا، نحيي بكل إجلال وتقدير كل الهيئات والجمعيات والمنظمات المساندة للمقاومة الجوعى والواجب إجراء الشعب الفلسطيني ومقدسات الأمة. وفي الختام، نتضرع إلى المولى عز وجل دائما سبحانه وتعالى أن يرفع الضرب والقهر عن فلسطين وأن يمن بالنصر والتمكين للأمة الإسلامية جماعة وحرر بالعالم.